من قرر انه انت تجي لهنا؟ انت قررت لاخوك الكبير؟ ها اخوك الكبير شو كنت عارف هو بيك اخوك؟ بها حسره هاي صفه ايه. ايه. تعب تعب من وراي كلش اخوي ها ايه. تعب يعني اكثر من مره حصلتك دمعة له شنو؟ الحمد لله زين. شلون تعب احكي لي؟ تعب من وراي ها؟ من وراي كلش تعب. هو احنا ما اريدك يعني انا ما اريدك انا ما اريدك عادي يعني احكي لنا احكي لنا اشياءك. تعب شلون؟ يعني من مشاكلي من هاي. كانت عندك مشاكل هواي تسوي باثناءها لو شنو؟ لو بس على هاي السالفه. يعني نقدر نقول نسد ديون وراي كلش هواي. ها؟ نعم. لان انت قلت لي كان عندك محل. نعم. قلت لي كان عندك محل مال بيع ادوات. نعم. يمكن خسرته. هاي هم خساره كبيره المال يعني. الواحد يخسر مثلا يخسر علاقته ويا اخوه، يخسر المال همينه. شو مقرر حسين ابو علاوي؟ يعني انا اشوفك رغم هاي الدموع، رغم كذا الالم، بس انا اشوفك يعني قوي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مقرر في شيء ان شاء الله ترجع تشتغل، تبني نفسك، تتزوج، تكون نموذج للشاب الجيد. طبعا. صفحة جديدة وخير إن الله إن شاء الله. إن شاء الله.